قال ابراهيم ما عندنا مشكله وجمهوره بيرجع خلاص القرار بدون هذه. اي فائده وبيرجع خلوا يدخل ابراهيم راح يرجع عامر الجمهور قوي باذن الله قفص ايش بلا باذن الله اسمها اسمها ايش بلا احرام من صار حق انا مبسوط واتوقع اني خلص ما في شك ثالث اني اضرب صدري هنا واروح اكلمهم داخل ولا حد يعطيني وجه بالكلام اللي قلته ويطلعون الرجال ابراهيم قدام الشاشه هذه انا ضدها جدا اما انهم يطلعوني بدال عامر منير ابراهيم ولا هذا مايكهم اسلمهم الحين تحرم علي شاشتهم الى يوم الدين اذكر الله يا نايف لا انت ان شاء الله لا انت ولا هو ان شاء الله هو يرجع باذن الله وين من طالع باذن الله لا نايف ولا عامر ان شاء الله وقت الاضب ما يتمارك عامر بيرجع باذن الله بيرجع الامور طيب بس الشيطان احرص والواحد الشحنه الزايده هي اللي تخلى الواحد قفلوا عن الموضوع لا ما من شحنه ما من شحنه الامور طيبه الامور طيبه ما من شحنه يا سعود ما من شحنه الامور طيبه ولكن احنا هم طر الموضوع احنا نتكلم وداتك الله وانا واقف بركب الغزال يا ربي اغفر لي